بقى عن كرة القدم نستكمل تفاصيل البعثة المصرية لمصرنا الحبيبة اللي غادرت صباح اليوم الخميس إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واللي هتتلعب من 26 يوليو الحالي حتى 11 أغسطس المقبل. طبعا الفوج الرسمي ضم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر في الأولمبيات، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي، ودكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، وطبيب البعثة أحمد مسعد، ودكتور زكريا ضو المدير الفني للمنتخب الغطس. وضم قائمة اللاعبين منتخب التايكوندو ولاعب الغطس محمد فاروق، ومن رفع الأثقال اللاعبين محمد إحسان وأحمد سمير ونعمة سعيد، ومن الرماية اللاعبين رماس خليل وعمر هشام عفوا، فيما وصلت باقي بعثات المنتخب المصري على دفعات خلال الأيام اللي فاتت، وإن شاء الله تستكمل هذه البعثة بوصول هذه البعثة الكبيرة بالسلامة إلى باريس. طبعا عندنا 148 لاعب ولاعب، طبعا معهم 16 لاعب احتياطي، بإجمالي كل اللاعبين 164 لاعب في 22 رياضة إن شاء الله هيشاركوا في أولمبياد باريس. هؤلاء طبعا أفضل البيست اوف ذا بيست في اللعبة إن شاء الله بإذن الله ويحققوا كل الإنجازات. ده بعثة كبيرة جدا تعد هي الأكبر والأكثر في تاريخ البعثات المصرية المشاركة في الأولمبياد. النهاردة صباحا انطلقت منافسات البعثة المصرية في الأولمبياد، وهيشارك المنتخب المصري للقوس والسهم اليوم الخميس ضمن الأدوار الترتيبية في منافسات أولمبياد باريس 2024. اولا هيخوض يوسف طلبه منافسات الادوار الترتيبيه فرد رجال، على ان تشارك معاه جنى علي في منافسات الادوار الترتيبيه فرد النسات. كل التوفيق ليهم ان شاء الله في هذه الرحله الكبيره من اكسلانس البطولات اولمبياد باريس.